Well, I think the conversations that I have had with حسناً أعتقد أن المحادثات أو الحديث مع رئيس الوزراء وكابينة الوزارية أكدت لي تعاون إيجابي نستطيع أن نحصل عليه وأن حكومته ووزرائه أيضاً ملتزمين جداً بالتنفيذ والعمل تحت اتفاقية الإطار الاستراتيجي. سألت عن مثال، أحد الأمثلة هو جلب شركات أمريكية جديدة واستثمارات أمريكية جديدة هنا عفواً، وقد شجعنا الشركات الأمريكية أن يقومون بذلك، أن نتمكن من جعل شركاتنا بما هو مهم يتواصلون بما هو مهم هنا لمساندة الأجندة التي يحتاجها الشعب العراقي. القطاع الخاص مهم جدا، بناء قطاع خاص قوي يجب أن نتكلم مع مسؤولين في الحكومة لجلب وجعل مناخ الاستثمار جاذب للشركات، وأيضا التركيز على ما هي الفرص للاستثمار. أحد الأسباب التي ذهبت وزرت مول بغداد وذهبت إلى المحطة وذهبت إلى مناطق أخرى هناك التي فيها حواضن للشركات الصغيرة وشباب يطورون أفكار للعمل، أن كيف يمكن لنا أن نصف شركاتنا ونشاطاتنا بما ينفع الاقتصاد العراقي والقطاع الخاص، وأيضا مبادرات البنية التحتية الكبيرة التي يريدها أن تجري هنا في العراق يريدها رئيس الوزراء، وهذا جزء من الملفات التي نعمل عليها، وأيضا ستكون جزء في الحديث الذي سيحصل خلال زيارة وفد برئاسة وزير الخارجية. ستكون فرصة لمجلس رجال الأعمال الأمريكان يلتقون بالسيد وزير الخارجية، وهو أيضا نائب رئيس الوزراء المسؤول عن القضايا الاقتصادية، وأن يتشارك مع مجتمع رجال الأعمال الأمريكي ما هي الأولويات لحكومة رئيس الوزراء.